من الـ LBC أهلا بكم إليكم. أبرز العناوين: أهالي العسكريين المخطوفين على الأرض وتلويح بالتصعيد في غياب الوساطات. قضية إحراق علم داعش تتفاعل. تتابعون في النشرة: اجتماع جدة ينهي الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين وبين قطر. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBC مع بسام أبو زيد ونيكول الحجم. مساء الخير. انتهى الأسبوع إلى أزمتين تشير كل المعطيات إلى استمرار التأزم في شأنهما في غياب المؤشرات الإيجابية. الأزمة الأولى قضية العسكريين المخطوفين والتي ما زالت تراوح مكانها، والأزمة الثانية المرتبطة ارتباطا مباشرا بالأولى، وهي أزمة تصفية أحد العسكريين والتي تفاعلت اليوم بعد توزيع شريط فيديو عن العملية بعد 48 ساعة على توزيع صور العملية. استمرار اختطاف العسكريين دفع بأهليهم إلى التحرك على الأرض ملوحين بمزيد من التصعيد. أما فيما يتعلق بتصفية أحد العسكريين فإن ذلك يهدف إلى الضغط، علما أن قنوات الاتصال بين المسؤولين اللبنانيين وبين المسلحين ما زالت مفقودة أو على الأقل غير ناضجة. قضية ثالثة تفاعلت اليوم، وهي قرار وزير العدل أشرف ريفي ملاحقة حارقي راية داعش بسبب وجود لا إله إلا الله عليها. وقد تفاوتت المواقف من هذه الخطوة بين مطالبين بسحب الملاحقة والمستنكرين لها وبين المزايدين عليها. عربيا، انفراج بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة ثانية، بعدما نجح اجتماع جدة في التوصل إلى اتفاق لم تعلن بنوده ومن ثماره إعادة سفراء الدول الثلاث إلى قطر، فيما أعلن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي أن الأزمة الخليجية حلت ببابين مفتوحين، البداية من التحركات الميدانية لأهالي العسكريين المخطوفين.